بأمر من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، قام وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية كازيبي باهيمي ديبي بزيارة إلى مشروع تطوير إصلاح المدينة الزراعية بقرية نجمينة فارة الواقع على بعد 45 كيلومتر من العاصمة نجمينة. هذا المشروع الذي أنشئ منذ عام 2012 لم يجد النور، وذلك نسبة للعوائق التي تصدت له وتحديات الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد. ورغم جهود الحكومة المتمثل في وزارة الزراعة لتطوير هذا المشروع، لكن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي دائما ما يسعى للبحث عن حلول تخدم مصلحة الوطن والمواطن، وعليه فقد بعث وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية للنزول شخصيا إلى المشروع لمعرفة ما يجري ميدانيا، بالإضافة إلى كيفية سير العمل في هذا المشروع الإنمائي التي تبلغ مساحة 409 هكتار لم تستعمله سوى 80 هكتار من قبل المستفيدين. وزير الدولة وفور وصوله التقى بالمسؤولين الإداريين والفنيين القائمين على المشروع والمواطنين، حيث قدم رسالة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في مجال تنمية الزراعة، وقال إن هذا اليوم يعتبر تاريخيا بانطلاقة المشروع مرة أخرى لأنه يمد العاصمة بالمواد الغذائية، طالبا من الجميع الاستفادة من هذا المشروع. إذا كان جاب لكم بروجي مهم زي هدا قيمته 44 مليار ده، ما شغل آخر، ما شغل سهل، جاب عشان أنتوا تستفيدوا منه وأنتوا تبقوا البنك الكبيرة الخلة دي كله تجيت لنفقة وتودوها لبوبيلاسيون. أنا حجر لمس، شعب أنا حجر لمس كله يستفيد منها، وشعب أنا جمعنا كله بيستفيد من بروجينا كده. ده أهمية البروجي الرئيس جابه لكم، يعني أنتوا شعب أنا جمعنا فارضة، انتوا مهمين، عندكم اهميه اثنين. الاول يعني تقدروا تخدموا تجيبوا انتاج كويس في الزراعه وانتاج كويس في البهائم عشان تقدروا تغيظوا بيع الشعب التشاد الاخر. وثم ثانيا ده انتوا يعني قاعدين لنا درجه معناتها العدو الكبير اللي بيجي من مقطع البحر ده، انتوا قاعدين انتوا بس قاعدين تستهدروا، وده في الناحية أن الأمن ده شيء مهم مرة واحد. أوامر ليس أتوم ولوزارة الزراعة بيكون الأمل ده يبدأ من هسه، وساتوم مثل ما أول أنطقوا الأسماء تدقى وأنطقوا الأشياء الآخرة خدمتوا ده هسه كله ستنطقوا الشيء اللي تخدموا فقط، والمكان الآخر فضل كله تشولوا تخدموا، ونتمنى كيف وقت اخر يوم نقبل نجي لكم ده نلقى الزراعة دي كل ما خدومه خضراء الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كازيبي باهيمي ديبي تكللت بالنجاح، وما تبقى لوزارة الزراعة والعاملين في المشروع والشركة المنفذة ساتوم للنهوض بالمشروع وتنفيذ الخطط من أجل مشروع ناجح وتطوير ثروتنا الزراعية، ولنكتفي ذاتيا من خيراتنا ومصادرنا الطبيعية التي تتمتع بها أراضينا التشادية الخصبة.